السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير منين صحتكم؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، وعيدكم مبارك سعيد واخا شويه معطله. المهم راني قلتها لكم نهار العيد المشاهدين، بغيت نعاودها معكم. المهم المشاهدين، اليوم عندنا واحد الاسبوع ان شاء الله باذن الله ديال جارتي الله يخلي لها بنيتها اللي هي لالا اميره، فعلا تبارك الله وصلها النبي عليها الله يحفظها لمينتها أميرة. غادي نديرو دجاج معمر. عندي هنا المشاهدين قزبور معدنوس، يعني خربي لأن عندي دجاج بزاف، وعندي هنايا حامضة تقريبا درت نص في النص، وعندي هنايا كيلو ديال الكبدة سالقة ومقطعة، وعندي هنايا الزيتون تقريبا 400 غرام ديال الزيتون، عندي هنايا جوج ديال الرويز ديال الثوم، الثوم غنديرهم، عندنا معلقة ديال الهريسة، حيت كاين اللي كيبغي الحار وكاين اللي مكيبغيش، هنايا غادي ندير معلقة ديال الكمون كبيرة، زادا راهما عمرتهاش مزيان، نشوفوني زدت عارفو المعلقة ما عمرهاش، معلقة كبيرة ديال سكينجبير، معلقة كبيرة ديال الخرقوم، معلقة كبيرة ديال البزار، ندير شويه ديال التحميره باش ما يجيش الدجاج بيض من الداخل، ندير زيت العود، تقريبا نص كاس صغير، مازال مشاهدين عندي الروز، كيلو ديال الروز سلقناه عمرهم بالروز، الروز سلقناه وبردناه، غادي نخلطو الكوان كامل هكا مع الروز،
مختلط ورجع معاكم. المشاهدين حنا بدينا كنعمروا الدجاج ديالنا، نعمرو كامل هكا وغادي نردو يتفور. ثم المشاهدي الدجاج ديالنا هو عمرنا وخيطنا نتكتب كل شيء بالشكل ديالو كامل هكا في الديكور. أرجع معكم منين يطيب. المشاهدين هاد الجوج ديالنا نديرو يتفور، نتوما المشاهدين كنديرلو هاد الطريقة هادي نتوما باش مكي داك الحشوة ديالو مكيتفرطو مكت حتى شي حاجة، وخا كيتابو مزيان كيوقعلو موالو، الصدر هو اللي كياخد الطياب. هادشي علاش درتلو هكا. ثم المشاهدين الدجاج ديالي هو تفور نتوما كيفاش جا، من بعد غادي ندخلوه للفران ان شاء الله باذن الله، وغادي يكمل التحمر ديالو في الفران وغادي يتقدم للناس. غادي يدخل الفران تدهن بالزبدة ويدخل الفران. السلام عليكم المشاهدين، هانتوما مع الرقيقة ديال لالا أميرة. هو هذا الدجاج معمر بالشلايط ديالو هانتوما، هو هذا نسى علينا وسمحولنا ما قدرناش نفيلميو كل شيء يعني باش الشلايط وهذه ورونا في الكوزينه وراكم عارفين الفرح كي كيكون. المهم الشلايط راكم عارفين كل شيء تبارك الله عليكم. انتما كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما المشاهدين راه ما ساليتش باش نصور مزيان داكشي، معليش صبروا معايا. هانتوما المشاهدين حنا وجدنا هنا الحلوى، الدجاج خليناه يبرد باش غندخلوه للفران. دو بلاطويات الحلوى هانتوما، مكانش عندنا الوقت باش نصورو. هما هادو
غادي زميتها درنا على هذا الشكل هذا هكا في الغرفة. هما هادو بلاطويات ديال الحلوى. درنا هاد الوريضات هادو كتجيو زوينين. هادو هما الشكيلات لي درنا الكعبة، درنا هادو معمرين بالتمر، بريوات، الفقاص، المعلكة، داكشي تول، داكشي زوين. المهم كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم وشكرا، وغدا إن شاء الله تانا نكمل معاكم إن شاء الله حتى يتسالى الحفلة إن شاء الله. المشاهدين حتى نتابعوا، انتما المشاهدين القبلة ديال الأميرة ديالنا هي هادي، انتما شفتها تبارك الله، شفتها جداتها زال جات لحماتها وبنات لحماتها داكشي بها تبارك الله، جابوا البنت وبهم داكشي بزاف.